أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. أبدأ معك هذه الحلقة بثلاثة آيات من مزمور 25، الآية الأولى رقم 5، الآية الثانية هي رقم 15، وآخر آية آية رقم 20. ولكي أكون دقيقا في كلامي هناخد من كل آية جزء منها. هناخد جزء من آية 5، داود بيقول للرب أنت إله خلاصي. هناخد كل آية 15، عيناي دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. وأخد جزء من آية رقم 20، لا أخزى لأني عليك توكل. عزيزي المشاهد، في أي وقت تبقى فيه في خطر اعمل زي داود، قال للرب أنت إله خلاصي. كلمة خلاصي يعني إنقاذي، يعني لما تبقى في خطر صحي، مرض خطير، تقول للرب كل يوم أنت إله خلاصي من المرض، أنت إله إنقاذي من هذا المرض الخطير. كل يوم تقول للرب أنت مخلصي، أنت منقذي، أنت منقذي من هذا المرض. في أي وقت تبقى مهدد، في مثلا في أمورك المالية، في شغلك، تقول يا رب أنت إله خلاصي من هذه الديون، أو من هذا الخطر، أو من هؤلاء الأشرار، أنت إله خلاصي. الآية الثانية، عيناي دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. هنا الخطر أن الشخص بقي في شبكة، الصيادين بينصبوا شباك عشان يصيدوا، الطيور بتقع في هذه الشباك احيانا. انت وانا ممكن في وقت معين نتيجة عدم انتباه نبقى نلاقي نفسنا في شبكة، يعني مش عارفين نطلع، وشبكة خطيرة. يعني ممكن مثلا ادخل في شغل ما استشرتش الرب، لقيت نفس الشغل ده شبكة دخلت فيها، هتاخد كل فلوسي، او باندفاع دخلت في شركة مع شخص عشان نعمل مشروع مش عارف اطلع، وفلوسي رأس مالي بيتناقص، شبكة. او دخلت في علاقة صداقة او علاقة فيها عاطفة، علاقة عاطفية ومش عارف اطلع منها، او بسبب تورطت بسبب او الاخر تورطت في مساعدة شخص والمساعدة مش في مشيئة الرب فمش عارف اطلع، شبكة. خدعت، شبكة، تورطت، شبكة. ايه اعمل ايه؟ ايه عظيمة، عيناي دائما الى الرب وانا جوه الشبكة ما بصش للشبكة، ابص للرب. عيناي دائما الى الرب، اتعود ان عيني ما تركز على الخطر، تركز على الرب الذي يخلص من الخطر. وهنا بيقول داود بكل ثقة عيناي دائما الى الرب لانه هو، مش انا مش عارف اطلع نفسي. في طائر دخل جوه شبكة يعرف يطلع نفسه؟ لا، هو الرب قادر ان يخرجني من اي شبكة، من اي تورط، من اي شبكة انا فيها، اتنصبت لي شبكة برضو الرب قادر ان يخرجني منها. وهنا بيقول له بيقول ايه؟ عيناي دائما الى الرب. خلي عينك باستمرار على الرب لانه هو يخرج رجليك من الشبكة. انت في شبكة ما تخافش، بص للرب وقول كده باسم الرب يسوع هطلع من الشبكة، مش انا اللي هطلع نفسي، انا مش عارف، هو هيطلعني بطريقته. وعند السيد الرب للموت، لو شبكة الموت للموت مخارج. آخر آية أو آخر جزء، بقول ده جزء من آية رقم 20، في إعلان إيمان عظيم، لا
أخزى، لا أخزى، لأني عليك يا رب توكلت. فيش خزي، في مجد. وإيه معنى الاتكال؟ الاتكال معناه إنك دايما بتصلي، دايما بتلقي على الرب همك، تقول يا رب أنا خايف من كذا وكذا وكذا، برمي ده عليك وبعتمد عليك. تدخل في هذا الأمر، افتح سكة يا رب لأن الأبواب مقفولة، افتح طريق. بقول للرب كده اعمل سور حواليا لأن في خطر جاي ليا. ده معنى الاتكال على الرب. اتكال على الرب معناه ان انا بحل مشاكلي بالصلاة قبل اي حاجة، وبطلب مشورة الرب، وبطلب ان يحفظني في مشيئته، وبطلب من الرب ان يقفل باب ويفتح باب، يقفل باب الغلط ويفتح الباب الصح. ده الاتكال على الرب. لو اتكلت على الرب مش هفشل، لو اتكلت على الرب مش هنهزم، لو اتكلت على الرب لو انا تحت هبقى فوق، لو اتكلت على الرب هقدر اقول ايه هنا، لا اخزى لاني عليك توكلت. عزيزي المشاهد، نكمل معا التأمل في الملك الألفي. الرب بحسب سفر الرؤيا اصحاح 20 سوف يملك على الارض، بس مش هيملك لوحده، هيبقى عنده حكومة. الحكومة دي تتكون من الجماعة اللي اطلقنا عليها لقب السمائيين، دول الحكومة بتاعت الرب. من هم السمائيين ده او السماويون؟ ده اللي درسناه في الحلقات اللي فاتت. دول مؤمنين بقوا عندهم اجساد ممجدة، ولانه عندهم اجساد، هي اجساد بس ممجدة، عندهم الجسد بتاع كل واحد فيهم زي جسد المسيح بعد قيامته من الأموات، جسد ممجد. بالجسد الممجد الرب يسوع كان بيتكلم التلاميذ لمدة 40 يوم يظهر لهم بعد القيامة. بالجسد الممجد الرب مش لازم بقى يبقى موجود معاهم كل ويمشي معاهم، لا، هم يروحوا وهو يجي لهم بالجسد الممجد، لأن الجسد الممجد له سرعة غير عادية ويقدر يخترق الحوائط. كل السماويون دول هيبقى عندهم زي الرب يسوع بعد القيامة كان عنده جسد ممجد، هيبقى كلهم عندهم أجساد ممجدة. والجسد الممجد زي ما شفنا بيسميه بولس في كورنثوس الأولى 15، بيقول عنه الجسم الروحاني، أجسام روحانية. ده في كورنثوس الأولى أصحاح 15 بيقول، بيسميه كده، بيقول جسم روحاني، وبيسميه صورة السماوي. دول اللي يحكموا مع الرب. وفكرت ان الرب هيخليهم يحكموا ليه؟ ده مكافأة ليهم. مكافأة ليهم على ايه؟ عشان وهم على الارض كانوا امناء للرب، وهم على الارض كانوا بيستخدموا المواهب بتاعتهم لمجد الرب، عشان وهم على الارض كانوا بيتعبوا عشان يحققوا مشيئة الرب في حياتهم، عشان كده ليهم مكافأة. المكافأة دول انهم يبقوا قريبين قوي من الرب في الملك الألفي. ولما الرب يقيم واحد على مدينتين، محافظ مدينتين، محافظ ثلاث مدن، خمس مدن، هيبقى قريب من الرب، ياخد تعليمات من الرب. اعظم امتياز ان انا في الملك الألفي ابقى قريب مع الرب وابقى بحكم مع الرب. قلت لك ايات قبل كده، لكن لا مانع ان انا اضيف، ان انا اكرر ايه من هذه الايات في سفر الرؤيا. في كلمات قال الرب لقائد احدى الكنائس، قال له كده: من يغلب؟ يغلب الخطيه، يغلب ابليس. من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهايه فساعطيه، ده في الملك الألف بقى، سلطانا على الأمم. دي المكافأة، ان يبقى للشخص ده اللي يغلب، هيغلب فين؟ وهو هنا على الأرض. صحيح وقع بس قام، يبقى غلب. صحيح كان في فترة في حياته ضعيف بس عوضها،
وغلب الأنانية وغلب النجاسة وغلب الخوف وخدم الرب. فبيقول له كده: من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية، يعني استمر لنهاية حياته أمين، سأعطيه إيه؟ أن يحكم معايا في الملك الألفي سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد. قضيب من حديد يعني هيبقى الرب هيديله سلطة على الناس، قضيب من حديد عشان اللي هيغلط مفيش مجال في الملك الألفي الواحد يعمل خطية علنية كده ولا يكذب ولا لا 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 مفيش. ده مين ده اللي هيملك؟ ده المسيح؟ لا، ده وفي حياته على الأرض كان أمين للمسيح. يقول كده: فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف. عزيزي المشاهد، ده الملك الألفي. مين اللي هيملك مع الرب؟ السماويون. نقول مين هم السماويون؟ لو انت متابع لهذا البرنامج هتبقى حفظت خلاص. السماويون دول في الملك الألفي عبارة عن ثلاث مجموعات: مؤمنين الحقيقيين بتوع العهد الجديد، المؤمنين الحقيقيين بتوع العهد القديم، ثالث قسم وهنتكلم عنه بس بعد بركز الاول على القسم الاول اللي هو المؤمنين بتوع العهد الجديد اللي هم شهداء زمن الضيقة اللي هو السبع سنين الأخيرة اللي بعديها في 75 يوم ثم يبدأ الملك الألفي. مجموعة الثالثة دي في السماويون دول مين؟ دول شهداء الضيقة العظيمة. والحلقات اللي فاتت كنا بنقرأ أكتر عن الاختطاف. ليه؟ لأن بنتكلم عن الثلاث مجموعات دول بيكونوا السماويون، كلهم عندهم أجساد ممجدة. بنتكلم بالتحديد عن مؤمنين العهد الجديد، إن كلهم المؤمنين الحقيقيين هيبقى عندهم أجساد ممجدة. إمتى؟ لما يحدث الاختطاف. وشرحنا الاختطاف ان الرب هيجي ويمكن العالم يحس بمجيئه لكن مش هيفهم، زي بالظبط ظهور الرب لما ظهر الرب لشاول الطرسوسي اللي كان مع شاول، عرفوا حسوا بحاجة بتحصل لكن ما فهموش ما يدور بين الرب وبين شاول. بنفس الطريقة هيبقى في احساس ان في حاجة حصلت، انما اللي هيعرف بقى اللي بيحصل دول المؤمنين الحقيقيين اللي هيبقوا موجودين، المسيحيين الحقيقيين هيبقوا موجودين على الارض في وقت الاختطاف. وهيحصل ايه؟ ان المؤمنين اللي ماتوا الحقيقيين اجسادهم هتقوم من في كله في لحظه، في ثانيه كده يقولك في طرفه عين، يعني في كسر من الثانيه تقوم اجسادهم اجساد ممجده وارواحهم تيجي وتتحم بالاجساد الجديده، الاجساد الممجده اللي فيها شبه من الاجساد القديمه عشان يبقوا معروفين كلنا نعرف بعض. وزي المسيح كده بعد القيامه وهو بيكسر الخبز عرفوه من كلماته، برضه هيحصل كده ان اول ما يجي الاختطاف ايه اللي هيحصل؟ اللي ماتوا ارواحهم تيجي وتاخد الاجساد بتاعتهم الترابيه، لا، الاجساد الترابيه هتبقى اجساد ممجده، واللي عايشين هياخدوا الاجساد الممجده، والرب مش يجي الارض، الرب هيبقى على السحاب ويحصل مقابله مع السحاب، والعالم مش هيحس الا ان فجاه في ناس اختفت في العالم. عزيزي المشاهد، اكمل معاك الشرح بتاع الاختطاف من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. في الحلقة اللي فاتت قلنا في الرسالة الأولى الرسول بولس ركز على الاختطاف وقال إن المؤمن لازم يبقى عنده هذا الرجاء، إنه عنده خوذة كده، الخوذة دي في الجيش تحمي الرأس، راجل اللي بيطفي الحريق عنده خوذة بيحمي فيها نفسه من النار، فالخوذة دي بتحمي تفكير المؤمن. بيسميها ايه؟ بيسميها خوذة، هي رجاء الخلاص.
وليس إيمان الخلاص. أنا لما أبقى في ضيقة بيبقى عندي إيمان إن ربنا يطلعني طالما عندي وعد، لكن هنا بقى مش إيمان، رجاء. ليه؟ لأن الخلاص اللي بيتكلم عنه في الآية دي هو الخلاص من الخلاص اللي هيحدث بالاختطاف. لازم المؤمن وهو في الضيقة يبقى متوقع أو في أي ظروف مجيء الرب، وإن الرب هيجي وخلاص الجسد الترابي ده اللي من تراب مش هيبقى موجود، هيبقى موجود بداله الجسد الممجد شكل السماوي، أو زي ما بتقول رسالة فيليبي أبا صورة، أقرأ لك الآية عشان التعبير يبقى زي ما قاله الكتاب في رسالة فيليبي، بيقول إيه هنا؟ بيقول يكون على صورة جسد مجدي، يبقى الجسد بتاعي في الاختطاف يبقى صورة جسد مجد الرب يسوع، ده في الأصحاح الثالث. فهو هنا ده الرجاء، الرجاء ان الرب يجي ويبقى عند الجسد العظيم ده، وهطلع بيه ابقى مع الرب كل حين. ده قال لهم في الاصحاح في رساله تسليكي الاولى، وشرح لهم بقى الاختطاف، وقال لهم ان الرب هيجي بهتاف وهيبقى في بوق، والاموات المؤمنين هيقوموا من القبور، واحنا الاحياء سنخطف جميعا معهم في السحب، لأن الرب مش يجي على سطح الأرض، هيقف عند سحب لملاقاة الرب في الهواء، والرب ياخدنا كلنا كده ونبقى في السماء بأجساد ممجدة لحد ما يجي الملك الألفي، يبتدي الرب بقى يبعتنا عشان نشتغل معاه في الحكومة بحسب المكافأة اللي هيدهالنا اللي هتكون طبقا لحياتي وأنا على الأرض. هل كنت أمين؟ هل تعبت من أجل خدمة الرب بفرح؟ هل كنت إنسان مش أناني؟ فالرب ممكن يقيم واحد على 5 مدن، يقيم واحد على مدينة، يشغل واحد شغلة معينة، دي مكافأة عظيمة جدا. أنا في الملك الألفي أبقى نافع للرب وأبقى قريب للرب وباخد تعليمات منه وبطبقها. في الرسالة التانية بقى في الأصحاح الثاني، الرسول بولس اضطر بقى ان يبعت كلام صعب. ليه؟ لان كبعت لهم الرسالة الاولى عشان المؤمنين يبقوا عينيهم على مجيء الرب، يبقوا عينيهم على الاختطاف. المؤمنين في الوقت ده بتوع تسالونيكي كانوا معرضين لضيقة، ضيقة بسبب الاضطهاد، بسبب انهم جم للمسيح، بسبب انهم امنوا للمسيح جه عليهم اضطهاد شرس، ابليس حرك الاضطهاد ضدهم. ليه بولس كلمهم كلام صعب؟ عشان بدل ما يفكروا في الاختطاف، بدل ما تبقى عندهم الخوذة دي لتحمي أفكارهم، ما أنا قلت لك الخوذة دي تحميني، بدل ما معنوياتي تنخفض أفكر صح، أفكر صح بإيه؟ عند رجاء إن الرب يجي، إن الرب يجي ويحدث الاختطاف وأبقى مع الرب في السماء. التفكير في إن أنا منتظر الرب بيخليني أفكر صح، بيخليني ما انهارش، بيخليش تفكيري يضيع، انما ويبقى تفكير تشاؤمي. هم في الواقع شالوا الخوذة دي، الخوذة دي شالوها من على راسهم بسبب الضيقة دي، وناس ضللتهم، شيطان ضللهم، يعني الشيطان جاب ضيقة وبعدين فصل لهم الضيقة دي تفسير غلط، ده الشيطان يعني مش يشوفوا ان الضيقة دي من الشيطان فيحاربوا الشيطان ويقفوا ضده فالضيقة تتشال، لا. وده لما جاب لهم الضيقة بقى فهمهم حاجة تانية، قال لهم انتوا دلوقتي في الضيقة العظيمة اللي احنا قلنا دي 7 سنين، وان الاضطهاد ده الشيطان اللي عامل الاضطهاد، يقول لهم الاضطهاد ده الضيقة، ده يوم الرب، يقول لهم كده ان يوم المسيح قد حضر. الترجمة بتاعت يوم المسيح قد حضر مش صحيحة، الترجمات الدقيقة تقول يوم الرب قد حضر، يعني الضيقة بتاعتكم دي عبارة عن غضب الله، غضب الله. مع ان بولس قال لهم في الرسالة الاولى ان الله لم يجعلنا للغضب، وعلهم كمان في الرسالة الاولى ان الرب يسوع ينقذنا من الغضب الاتي. جه الشيطان بقى يقول لهم لا،
الضيقة اللي انتوا فيها دي، دي يوم الرب. وهو ايه يوم الرب؟ يوم الرب ده يطلق على غضب الرب النهائي الذي سيأتي في نهاية الأيام، واللي هيبقى ممثل في الضيقة العظيمة الثلاث سنين ونص، ويبقى قوي جدا بقى لما يجي الرب راكب على فرس ويقضي على الوحش والنبي الكذاب، شرحنا ده قبل كده، وعلى جيوش الوحش. ده هو يوم الرب. فهو بقى الشيطان جاب لهم الضيقة اللي هي الاضطهاد، بيطردهم عشان امنوا بالرب يسوع. طبعا بيستخدم ناس في اضطهادهم، بس يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا في الضيقة العظيمة. فبدل ما يفكروا في الاختطاف بقى، لا احنا في الضيقة العظيمة خلاص. اختطاف ايه ده؟ احنا في الضيقة العظيمة، هيحصل لنا كوارث، وابتدت معنوياتهم تنهار. عشان كده بولس قال ايه؟ لا ترتاعوا، لا ترتاعوا، لا بروح. يجي واحد يقول لك نبوة، يقول لك الروح القدس بيقول لك انت في الضيقة وده يوم الرب وخلاص والضربات جاية. لا يقول لهم كده، لا ترتاعوا، لا بروح ولا بواحد يوعظ ولا بكلمة ولا حتى واحد يبعت لكم رسالة ويقول لكم ده بولس الرسول كتبها. لا، وبولس زي ما كان يجي حتى لو مش ما كتبش رسالة ملها لحد، لو مل الرسالة لحد يجي هو يمضي في الآخر، يقول أنا كتبت السلام بيدي، أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، يختم كده. فواحد بقى يروح عامل رسالة يقول دي بولس، بس ما عليهاش إمضة بولس. فلا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم الرب قد حضر. ليه؟ لأن يوم الرب ده مش هيجي إلا بعد ثلاث حاجات لازم تحصل. أول حاجة هي الارتداد، اتنين ظهور ضد المسيح اللي هو إنسان الخطية اللي هو ابن الهلاك، ثالث حاجة لازم تحصل، لازم يحدث الاختطاف، عشان ما ينفعش انتوا يجي عليكم الغضب بتاع الله على العالم اللي هو الضيقة. يعني انتوا مش، بولس عايز يقول لهم انتوا، الشيطان ضحك عليكم، انتوا مش في الضيقة العظيمة وفكروا في الاختطاف زي ما كنتوا بتفكروا، ويبقى عندكم رجاء ان المسيح يأتي وتختطفوا على السحاب. لان علشان الضيقة العظيمة تيجي لازم يحصل قبليها ثلاث حاجات، نقولهم تاني مع بعض. الحاجة الارتداد، ظهور ضد المسيح، وتالت حاجة الاختطاف. وده موضوع مهم جدا، وأكمله معاك في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب الدم والعهد، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.